في الفن النهاردة في ميلاد لفنان كبير وجميل، محمد رشدي. محمد رشدي أنا من عشاق محمد رشدي، وكل المصريين بيحبوه. صوته، جمال أغانيه، مشواره الحلو، حتى لما مثل كان عامل أدوار جميلة. محمد رشدي لو أنت بتتكلم على الغنى الشعبي، هو من أساطير الغناء الشعبي في مصر والوطن العربي. محمد رشدي كان سبب في تغير شكل الأغنية المصرية لما قدم مثلا أغنية عدوية، وطبعا أغنية عدوية دي غنوها أجيال كتيرة جدا، لسه سمع الكينج محمد منير مغنيها بصوت جميل. طبعا عدوية وبليغ حمدي، يعني إيه الجمال ده؟ عدوية لما تقدمت عدوية أثارت غيرة شوية عند العندليب الأسمر. فنان جميل، يعني فنان جميل. القصة كده سريعة جدا لطيفة، هو كان دايما بيجي ويقدم أغانيه وياخد أجر هنا من الإذاعة ويجي يقدم أغانيه. في مرة هو جاي لحد المبنى هنا فلقى دبابات وجنود، إيه الحكاية؟ أنا عاوزة أعمل الأغنية بتاعتي وعايزة أخد الأجر بتاعي. فقالوا له أنت جاي فين؟ ده الدنيا، ده في ثورة هنا. ثورة؟ طب أنا كنت هقدم أغنية للملك. ملك إيه؟ مين اللي قبله؟ طبعا اللي قبله يعني الزعيم طبعا أنور السادات، طبعا هو كان من الضباط الأحرار وكان موجود. فقال له يا ابني ملك إيه اللي هتغني عنه؟ ده احنا في ثورة. قال له طب أنا أغني أغنية تانية. قال له عندك أغنية؟ قال له عندي أغنية اسمها مأذون إيه الليلة، مأذون بلدنا أو حاجة كده، أغنية بالاسم ده. فقال له الله، طيب الأغنية دي حلوة، اطلع غنيها وإحنا في ثورة وفرح حلو. وغنى رشدي، هي ملهاش علاقة بالثورة خالص، ولكنها جاءت المفاجأة. خليني أعرف مزيد من التفاصيل وأروح للناقد الفني اللي دايما بيهتم بعالم الموسيقى، الناقد الفني أحمد السماحي. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا شفكي، ازيك؟ وحشيني جدا. أنت كمان والله. رشدي يعني جميل وبريء وغناه شبهه، يعني والقصة اللي أنا حكيتها دي ناس كتير ما تعرفش عنها كتير. بصي، انا بالنسبه لي يعني محمد رشدي ده جوايا، واعتقد ان هو جوه كتير من المصريين، او ان لم يكن كل المصريين. محمد رشدي هو صوت القريه المصريه، وصوت الفن الجميل الصافي، والصوت العذب اللي يشبه يعني ميه النيل. واعتقد ان اي قريه مصريه لو نطقت صوت كان هينطق يبقى صوت محمد رشدي. الاهرامات لو نطقت هتنطق بصوت محمد رشدي. محمد رشدي صوت مصري قوي، لا يمكن تتخيلي ان هو يبقى صوت مثلا كنتي او مغربي او اي صوت اخر، لكنه صوت من تربه مصر ومن نيل مصر، وصوت عظيم، وقدم كل ما هو جميل وراقي في الغناء الشعبي، وعمل طفرة كبيرة جدا وخلى مصر كلها في الستينات تغني غناء شعبي. صح، لا وغناء شعبي راقي وجميل. طب قولي بعد أغنية عدوية تحديدا، الأغنية طبعا اللي أثارت غيرة العندليب زي ما قال وقتها، هل ده كان حقيقي فعلا؟ بصي، احنا الأول هكلم على أغنية مأذون البلد. مأذون البلد، ايوه. مأذون واقول المأذون البلد، في فعلا زي ما انت قلت بالظبط، ان اللي هو كان رايح يغنيها دي في الثوره، فقالوا له انت مش انت مطرب، قول له مأذون البلد، طب اطلع غنيها اغنيه مطرحه. وفي الوقت اللي مصر كلها بتستنى خطاب الرئيس محمد نجيب يطمن الشعب المصري على حال الثوره المصريه، سمعوا اغنيه قول له مأذون البلد، فافتكروها ان هي ديت يعني نوع من الاحتفاليه بثوره 23 يوليو 52، وبالتالي اصبحت الاغنيه من الاغنيه، وخصوصا هي كانت اول اغنيه تذاع قبل الثوره مباشره بدقائق بسيطه، فاصبحت الاغنيه ايقونه من ايقونات الثوره المصريه، وايقونه من ايقونات محمد رشدي، وظلت معاه يغنيها كل افراح مصر لمده حوالي 10 سنين من سنه 52 ل 59. طب يعني رشدي يعني عنده كذا اغنيه، يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي في زمن الترند، كانوا عاملين ترند في الوقت بتاعه وما زالوا عاملين ترند. يعني مثلا لما تيجي أغنية طاير يا هوا، هي أغنية فرح ولحن وغنى وبتتذاع لغاية دلوقتي وكأنها لسه تم إنتاجها بالأمس. إيه سر الأغنية دي وجمالها؟ بصي احنا عند نجمنا محمد رشدي
هذا الصوت العذب. انا اجريت معاه اكثر من حوار، وفي مره من المرات عملت له مداخله ما بينه وبين او معارضه ما بينه وبين المطرب الشعبي حسن الاسمر، وكان ساعتها اعلان جدا على حال الاغنيه الشعبيه اللي وقفت لي في الكلام ده من 20 سنه. تخيلي بقى لو كان عايز دلوقتي وشاف حال الاغنيه الشعبيه اللي حصلت دلوقتي. فاغنيه عدويه واغنيه مغرم صبابه واغنيه وسع للنور ومتى اشوفك وعالرمله وطير هوا ومغرم صبابه، وفي مجموعه كده من اغنيات كلهم احلى من بعض، كلهم احلى من بعض. وعملوا فعلا عمل رد فعل مهول في الشارع المصري والعربي. محمد صحيح رشدي لف العالم العربي بسبب عدويه وبسبب وهيبه وبسبب نجاه وهنادي وحسن المغنواتي. عارف عارف كمان استاذ احمد، يعني حتى الاجيال الصغيره، حتى على المسابقه بتاعتنا بتاعه نجوم التاسعه، بلاحظ انه الشباب الصغيرين لما يغنوا شعبي يختاروا رشدي، يعني وكأن هو الأيقونة، يعني هو ده الرو موديل زي ما بيقولوا بتاعهم. فشوف قد إيه هو عايش بغنى شعبي راقي بألحان حلوة، يعني مازال موجود. يعني لأن محمد رشدي أن يجيد فن اختيار، لأن الاختيار اختيار المطرب دي موهبة. الموهبة دي هي متوفرة في 90% من المطربين مصر والعالم العربي. تجد ان المطرب صوته حلو قوي بس ما عندوش اغنية ناجحة ولا ضربة. صحيح. لكن المطرب محمد رشدي كان يجيد او عنده موهبة ربنا، يعني او الصوت العذب والجميل، وكان عنده كمان ميزة اختيار الاغنية الحلوة. بدليل ان هو محمد رشدي من سنة 50 ولا 51 فضل على القمة لحد وفاته حوالي اكثر من 60 سنه وهو على القمه، وده سر كبير. الدليل ان جامعة لمين وقطر الحياه كانوا اكثر البومين في مصر، وزعوا ومصر كلهم غنت يعني الالبومين دولت، يعني صحيح. مصر كلها غنت جامعة لمين وقطر الحياه. فربنا اداله موهبه الاختيار الجيد، وقدر يقدم اغنيات كثيره عالقه في اذهان الجمهور المصري والعربي. لو عدينا بقى الاغنيات اللي قدمها محمد رشدي مع بليغ حمدي، هنقول اغاني كتير جدا جدا عدويه. دي مرحله لوحدها. اشوفك ومغرم صبابه. دي مرحله لوحدها. يعني هو وبليغ كده مرحله لوحدهم يعني. كمال الطويل، كمال الطويل مثلا عامل له اغنيه انت مين اللي انا مش عارفه، برضه أيوه. حاجه عظيمه. ويا قمر اسكندراني مع العظيم حسن ابو سعود في اخر البوماته، يعني حسن ابو سعود عمل له قطر الحياه، اغنيه لا يمكن حد ينساها، وشقى عمري اللي صحيح. هو بيقول فيها ابني بيكبر عليا. وعمل مع المغني هنادي، وعمل مع منير مراد كعب الغزال. كعب الغزال متحني صح بالضبط. وغير كده بقى خد ايد مجموعه من الشعراء والملحنين الجداد اللي كانوا على الساحه، يعني عمل لواحد اسمه ممدوح جابر شاعر وحمد سكر ملحن اغنيه اسمها البيت القديم في البومه الاخير، عمل اغنيه اسمها المواجع لاحمد الشوقي ومحمد مرسي في البومه الاخير، عمل مطرب شاعر اسمه ايمن الطويل وليمون يوسف هو في ايه في البومه الاخير. فكمان يعني مع ان هو بص، احنا مهما اتكلمنا استاذ احمد، مهما قعدنا نتكلم عن رشدي محتاجين نعمل عنه حلقات وسهرات من كتر جمال الأغاني. أنا الحقيقة بشكرك وبشكرك دايما في بحثك الموسيقي وراء الرموز العظام اللي موجودين عندنا. الناقد الفني أحمد السماحي، أشكرك شكرا جزيلا على الموضوع ده. النهاردة ما كانش ينفع يمر ذكرى ميلاد محمد رشدي، وقد إيه الأغاني حلوة بجد، يعني قد إيه الأغاني حلوة اللي بتاخدنا العالم كده. أنت أول ما تسمع طاير يا هوا طاير على المينا تحس أن أنت صيف بقى وطاير ومبسوط وكده، وهو غناه شبه المصريين، شبهنا بجد يعني.